نوصل دلوقتي معاكم لمعادنا في جولتنا في السوشيال ميديا واهم اللي اتقال واللي اتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. هنبتدي بمؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي اللي نشر صوره على الانستجرام وكتب اجتهد لسه الطريق طويل. نشر كمان عمرو بركات لاعب النادي الاهلي على الانستجرام صوره من تدريب الفريق وكتب النجاح الحقيقي يتطلب التضحيه. جيلبرتو لاعب الاهلي السابق نشر صوره للتعاقد مع اللاعب الانجولي جيرالدو على تويتر وكتب مبروك جيرالدو على انضمامك لافضل نادي في العالم، مرحبا بك في بيتك. كمان احتفل محمود لاعب النادي الاهلي الجديد محمد محمود عفوا لاعب الاهلي الجديد بعد ميلاد حسام غالي نشر صوره لكابيتانو على تويتر وكتب كل سنه وانت طيب يا كابيتانو يا قدوه. كمان نشر احمد ياسر ريان مهاجم النادي الاهلي الشاب صوره لغالي على تويتر وكتب كل سنه وانت طيب يا كابتن حسام. نشر كمان عماد متعب نجم الاهلي السابق صوره مع غالي على تويتر وكتب كل سنه وانت طيب يا حسام يا غالي. نشر كمان ناجي جده صوره ليه مع حسام غالي وكتب له عيد ميلاد سعيد يا غالي. وكمان اللاعب السابق والممثل احمد صلاح حسني نشر صوره لحسام غالي على تويتر وكتب كل سنه وانت طيب يا غالي. عالميا بقى نشرت صفحه في الجول على تويتر صوره لحسين الشحات لاعب العين الاماراتي بعد ما فاز على الترجي في كاس العالم للانديه 3-0 واحرز الشحات هدف من الثلاث اهداف وكتبت صفحه في الجول حسين الشحات اول لاعب مصري يسجل هدف في كاس العالم للانديه مع فريق غير النادي الاهلي، المصري الرابع اللي بيسجل في البطوله بعد محمد ابو تريكه عماد متعب سيد حمدي وكمان هو تاني مصري بيشارك في البطوله مع فريق غير مصري بعد حسني عبد ربه مع اهلي دبي. كمان نشر حسين الشحات صوره من المباراه على تويتر وكتب الحمد لله على المكسب مبروك جمهور الزعيم. نشر جابرييل خاسس لاعب مانشستر سيتي لتألق امبارح في مباراه فريقه مع ايفرتون واحرز هدفين. نشر صورة على تويتر من المباراة اللي انتهت بفوز السيتي بثلاث أهداف لهدف واحد وكتب فوز على ملعبنا مبروك للجميع على الأداء الرائع. كمان أوتوماندي لاعب المان سيتي نشر صورة من المباراة على تويتر وكتب ثلاث نقاط مهمة على ملعبنا للحفاظ على تقدمنا أحسنتم يا شباب. نشر كمان برناردو سيلفا صورة على تويتر من المباراة وكتب العودة لأيام الفوز في البريمير ليج مبروك خاسس. كمان نشر فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي صوره ليه من المباراه على تويتر وكتب سعيد بالعوده للملعب والفوز بمباراه اخرى مع اداء رائع للفريق باكمله لنستمر في التقدم. كمان امريك بورت لاعب السيتي كمان اتعرض لاصابه في وشه وده كان اثناء المباراه ونشر صوره على تويتر وعلق كل شيء على ما يرام شكرا جزيلا ليكم على الرسائل احسنتم يا رفاق. كمان لروي ساني نشر صوره من المباراه على تويتر وكتب فوز مستحق على ملعبنا مبروك خاسس. كمان انطوان غريزمان نجم اتلتيكو مدريد فاحتفل بالمباراه رقم 300 ليه في الدوري الاسباني قصاد ريال بلد الوليد ونشر صورتين على تويتر واحده لاحتفاله بهدفه في المباراه والثانيه مع المدرب الاراجواني لازارتي واللي كان اول مدرب يديه فرصه في 2010 مع ريال سوسيداد وكتب غريزمان اليوم لعبت المباراه رقم 300 في الدوري الاسباني الاحلام تتحقق شكرا لكل من رافقني في طريقي. كمان احتفل ديجو جاردن بوصوله للمباراه رقم 350 في الدوري ونشر صوره من مباراه بلد الوليد وكتب اليوم خط المباراه رقم 350 وهل هناك افضل طريقه للاحتفال من الفوز. كمان لوكو مودريتش لاعب ريال مدريد نشر صوره على الانستغرام مع كلورا باز حارس مرمى الفريق الملكي والاحتفل بعيد ميلاده امبارح وكتب كل عام وانت بخير اتمنى ليك حياه سعيده. احتفل برضو بول بوجبا بعيد ميلاده او بعيد ميلاد زميله في مانشستر يونايتد لينجارد ونشر فيديو على الانستغرام وكتب عيد ميلاد سعيد لينجارد ما زلت مجنونا لم يتغير شيء. تعالوا نشوف الفيديو. Filming. You know, it's my guy birthday today, man. From, you know, day one. You know, day one. Yeah. From Aston Mercy and Say Young and Nat. You know, King's Road, Queen's Road, Moss Lane. You know, take that, take. Wow. you can. This is my guy handling that. You know. Hey! Woo!
Hey! Yeah! Jesse's birthday. Woo! Oh! Hey! Yeah! Whoa! 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 كمان نشرت صفحة الليغا على الانستغرام صورة لمودريتش مع الكرة الذهبية في استاد سانتياغو برنابيو وكتبت مجرد طفل مع كاسه. كمان نشرت صفحة بلاتشر على تويتر صورة لمودريتش ورونالدو مع الكرة الذهبية في استاد سانتياغو وكتبت للسنة الثالثة على التوالي لقد اعتادوا على وجودها في البرنابيو. نشر كمان سانسيو على تويتر صورة من مباراة ريال مدريد مع رايو فايكانو واللي انتهت بفوز الريال بهدف نظيف وكتبت فوز جيد على ملعبنا القادم كاس العالم للأندية. نشر البولندي ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني صورة على الانستغرام من مباراة فريقه مع هانوفر اللي انتهت بفوز البافاري وكتب 4-0 انتصار آخر وهدف آخر. نشر كمان لاعب بايرن ميونخ الألماني جنابري على الانستغرام صورة من المباراة وعلق قائمة الأربع أطباق يقدمها لكم اليوم بايرن ميونخ. نشر هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي على الانستغرام صورة من مباراة بيرنلي واللي انتهت بفوز سبيرز بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع وكتب حققنا الفوز في نهاية اللقاء المثابرة كانت مفتاح الفوز لا تستسلم أبدا أحسنت يا سكيبي في أول ظهور ليك في البريمير ليج. في إيطاليا بقى احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفنتوس بإحراز هدف فوز فريقه على تورينو في ديربي مدينة تورين ونشر رونالدو صورة من المباراة على تويتر وكتب انتصار مهم إنجاز تاريخي الهدف رقم 5000 ليوفنتوس. أخيرا نشر كمان أمريكان لاعب اليوفنتوس صورة من المباراة على الانستغرام وكتب مباراة كبيرة أخرى وفوز مهم جدا في أول ديربي ليه.